الله ينورك. أو تشيلي يلا نتوكل على الله. بسم الله. عارف اللي غتحكي لي كل شيء من البداية إلى النهاية. من البداية حتى النهاية إن شاء الله. تفضل. لا سامح في الأول كان جني الدوخ فهمت ووسواس بزاف يعني كتخلطوا بين الأفكار يعني ما تهضر ما خدتش هاد الكلام هضرها ولا شي حاجة. مشيت عند الرقاد شي ستان تاع الرقاد ولا سبعة يعني ما عرفتش شي نتيجة فهمت و حتى الآراء ما بين الرقاد مختلفين فهمت زيد يعني كلها وشكل زيد في صدرك واه صافي هذيك جي درت الرقي عند الاخوة و تسرعت واو تسرعت و قالوا لي عندك عاشقة زين صافي و انا اعراض ديال الاحلام في الليل الاحلام كيجيني هذاك اللي كنقولوا له حنايا بغطاط ما كملش كازي في النهائي يعني مع السبعة تاع السبعة تاع الصباح تاع التونيا تاع الصباح هاد كان الناس يعني وغدوان خدم الصباح كان فوت هاك كبير مور العصر حتى هي بحال اللي شويه كان تزير بحال هاد السيد الميلود هذا جاب الخميسية هاك تزيرت بزاف الدوخة في عينيا يعني حتى فاش كندير رقية ولا شي حاجة عينيا كيبقاو يرمشو غير بلاتي في هادوك الطاشة انا اللي وريتهم لك هادو وهنايا هاو فراس هنا مشيت عند الى ما يش نقول لك واحد تهما واحد شي 9 تاع الطبه ولا ما لقيت حتى شي نتيجه يعني غير المخاسر هكا على والو صافي هنا الشيء اللي كاين. المهم بالليل واحد النهار كنكون ناعس هكا ولا حتى شي بحال شي واحد كيضربك هكا ديك اللقطه نتاع التصرفيقه ذاك وكنوض نفوج يعني صافي يعني هالشيء اللي كان اخويا كتجيني الدوخة بحال اللي كان بغي نطيح ولكن انا ما كنخليش انا ما كنبغيش نخلي راسي نطيح اعطاني شي حلم متكرر. حلم متكرر هو الزين اسمه الزينة زيد يعني مع من ما فهمت مع المحارم زي واحد النهار اعطاني شي حلم اخر متكرر حيوانات مرة مرة تنزلني مع الحيوانات لا ماشي كنزل بحال الحيوانات يعني كنهم حيوانات زين كنهم شي مختارة الحيوانات هكذا شي كلب جاي عاضني ولا شي حاجة زين آخر مرة نمت واحد واحد شي مشعويدة ولا بحال هكا يعني كدير لي شي حوايج كتحلم براسك كتاكل واه كنحلم براسي كناكل مش عارف صراحة أنا بشي مرة ماشي الزواج صافي هادشي اللي كان استغفر الله العظيم يعني وما مشيتش عند الرقاد مش المشكل الإنسان من يكون برا من يكون مريض يعني خصو أي خصو يلقى النتيجة باش ما يعني يا يمشي عند المشعويد يعني يمشي عند الرقاد يا إما حتى المشعويد مشيت عندهم صالح ما نكذبش عليك يعني ما لقيت حتى شي نتيجة والله انا عارف وانا اخر واحد صايبولي واحد صايبولي واحد الخاتم جو هذاك الخاتم فيه شي حوايج انا يعني مرسوم بالنحاس مكتوب بالنحاس ما عرفتش شتا هو فين راه الخاتم هذاك راه غير يدور هنايا في وجده تباع ليد 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 تاع الناس كرمته كاع الناس كرمته والله زيد صافي يعني هادشي اللي كان وهادي راه مدة دابا شي 10 سنين هكا وانا هكا يعني كنكون مريح هكا بحال مثلا تكون مريح مع الدراري هكا خطرة وحدة كنبغي نمشي غير نمشي غير للدار فاش كتأثر في العين والحال
الحسد في السحر في العاشقة، احنا عارفين عندك عاشقة ايش كتأثر، ايش كتأثر في 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 العاشق؟ عارف انك تأثر في شي حاجة اخرى غير العاشق. تسحر كيفاش؟ تسحر يمكن شي حاجة اخرى غير هذا الشيء. زدني شي حاجة اخرى يعني صعب هذا الشيء. يلا قلت سؤال فاصلي خلي كرسي تما وصل لك. وش هو اخرى؟ قلت هالي هذا اللي عارف. والله نطلع شي نتيجة. أتمنى يا ريت ندقوا السماء وربي يستجب لنا الآن. تبرى الآن مشكرات قلب لنا راسنا ما كانتش صح. ما كرهتش الله ما كرهت لي يدخل يخرج. نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. جزاه الله عنا خير ما جزى نبينا عن أمته ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أجرني الله إياكم منها ومن حرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها. آمين وآمين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الهدى أشرف الأنبياء وأتقل أتقياء محمد النبي الأمي الطاهر الصادق التقي النقي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرضين. الحمد لله رب العالمين سامع الصوت سابق الفوت مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين له الحمد والفضل والمنة والكرم والجود والثناء. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء الشيطان الرجيم.
محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله سليمان
علي ألا تعلو 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 علي وتوني مسلمين أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين اليوم نختم على أفواهي الله أكبر يا كل خالق بسم الله
والله أكبر من كل خان. بسم الله والله أكبر من كل خان. سكن واستخفى وتوى واختبى ونسى. سكن واستخفى وتوى واختبى ونسى. الله أعظم.
كل عاشق، الله أكبر من كل عاشق، تقدس وتتوارى عاشق، تستخفي تتوارى عاشق، أحبت الجمال عاشق، سحسنت الحسن والجمال عاشق، بسم الله تتجلى كل عاشق، بسم الله تتجلى كل عاشق، بسم الله تفرح كل عاشق، بسم الله تفرح كل عاشق، بسم الله تتجلى كل جني على الجمال، على الجمال، على الذوق والجمال، على الشكل والجمال، على المنظر والجمال، على المنظر والجمال، عاشقة للجمال، أحبة الجمال، عاشقة الجمال، استحسنت الحسن والجمال، عاشقة الحسن والجمال، أحبة الحسن والجمال، عاشقة والغانا، عاشقة والغانا، تسمع وترى والغانا، تقدس تتوارى والغانا، تستخفي تتوارى والغانا، أحبت الجمال والغانا، جنيا والهانا، قد شرفها حبان، 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 والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، 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 والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أعظم، بسم الله والله أعز وأجل، بسم الله والله أكبر، لمن سكن وظلم أكبر، لمن سكن واعتدى أكبر، لمن سكن وآلام أكبر، لمن سكن وظلم أكبر، لمن سكن وعذب أكبر، لمن سكن وظلم أكبر، من كل جنية، من كل جنية، من كل جنية، عاشق تقوت من عيون والحسد، عاشق دخلت من عيون والحسد، عاشق عمرت من عيون والحسد، عاشق تقوت من عيون والحسد، عاشق عمرت من عيون والحسد، عاشق دخلت بالعين والحسد،
عاشقة تقوت بالعين والحسد، عاشقة عبرت بالعين والحسد، بالعين والحسد، بالعين والحسد، سكنت بالعين والحسد، بالعين والحسد، عمرت بالعين والحسد، بالعين والحسد، ظلمت بالعين والحسد، بالعين والحسد، أحبت سكنت بالعين والحسد، بالعين والحسد، عاشقة دخلت بالعين والحسد، عمرت بالعين والحسد، سكنت بالعين والحسد، عمرت بالعين والحسد، سكنت بالعين والحسد، سوبلت البدن بالعين والحسد، عمرت الجسد بالعين والحسد، عاشق عاشق بالعين كثيرة سكنت، عاشق بالعين قوية سكنت، عاشق بالعين والحسد عمرت، عاشق بالعين والحسد تقوت، عاشق 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 والغن، عاشق والغن، عاشق والغن، عاشق والغن، عاشق والغن، عاشق والغن، الجمال والغن، الذوق والغن، الشكل والغن، اللباس والغن، المنظر والغن، المنظر والغن، حبت الجمال والغن، عاشقة والغن، عاشقة والغن، عاشق جنية، عاشق جنية، تسمع وترى جنية، تنس تتوارى جنية، تستخفي تتوارى جنية، تختبئ تتوارى جنية، جنية على الجمال جنية، حبت الجمال جنية، استحسنت الحسن والجمال جنية، عشقة الجمال جنية، أحبت الجمال جنية، عشقته جنية، لنفسها أرادته جنية، عاشق الجنية، تسمع وترى جنية، تمتس تتوارى جنية، الله أكبر من كل جنية على الجمال، والجمال عاشقة الجمال أحبت الجمال، عاشق عاشق الله أكبر من كل عاشق، الله أكبر من كل عاشق، الله أكبر من كل عاشق، جددت الأسحار في المنام، جددت الأسحار في المنام، جددت الأسحار في المنام، جددت الأسحار في الليالي والرؤى والأحلام، الله أكبر من كل عاشق، استحسنت الحسن والجمال، عشقت الحسن والجمال، أحبت الحسن والجمال، استحسنت الحسن والجمال، عشقت الحسن والجمال، عاشقت الجنية قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، والذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، 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 والذين آمنوا، والذين آمنوا،
والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطفئ حر كل عين وحسد اللهم أبرد حر كل عين وحسد اللهم أخرج حر كل عين وحسد وأزل يا رب أذى وضرر وضر كل عين وحسد اللهم أخرج حر كل عين وحسد وأبرد حر كل عين وحسد وأطفئ حر كل عين وحسد وأخرج حر كل عين وحسد وأطفئ حر كل عين وحسد اللهم أطفئ حرها وأبرد يا رب حرها وأخرج حرها وأزل أداها وضررها وشرها بسم الله تبطل كل عين كل عين بسم الله تبطل كل عين بأمر الله تبطل كل عين بإذن الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين أصابت صدرها فضيقت بسم الله تبطل كل عين أصابت صدرا فضيقت والأنفاس قطعت بسم الله تبطل كل عين أصابت صدرا فضيق والأنفاس قطعت بسم الله تبطل كل عين أصابت نور وجه فزودت بسم الله تبطل كل عين أصابت جمال وجه فغيرت بسم الله تبطل كل عين أصابت طول شعر فغيرت فبدلت فشولت فأسخطت 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 بسم الله تبطل كل عين أصابت جسما فأمرضت فأثقلت فعذبت بسم الله تبطل كل عين أصابت طول شعر فغيرت فبدلت فشولت فأسخطت بسم الله تبطل كل عين أصابت جسما فأمرضت عن العمل أثقلت بسم الله تبطل كل عين تراكمت بسم الله تبطل كل عين تعظمت بسم الله تبطل كل عين تضاخمت بسم الله تبطل كل عين تراكمت 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 تبطل كل عين تراكمت تبطل كل عين تعاظمت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت جمال وجه فغيرت أصابت جمال وجه فبدلت أصابت جمال وجه فزغولت بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت نظرت وما كبرت نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله نظرت وما بركت نظرت وما كبرت نظرت وما بركت اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها اللهم ازل لداها وضررها وشرها اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل لداها
كل عين من الأقارب والجيران من الجيران والجارات من الأقارب والقريبات تبطل كل عين نظرت وما ذكرت نظرت في الجمال وما برت نظرت وما ذكرت نظرت وما برت بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين 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 حارة تبطل كل عين قوية تبطل كل عين حارة تبطل كل عين 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 نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت نظرت وما بركت نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله نظرت وما قالت ما شاء الله اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها وازل لداها وضررها وشرها اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل لداها وضررها وشرها لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بسم الله تبطل كل عين تراكمت من سنين كثيرة في الدراسة في الدراسة في المدرسة في القسم في المعهد والجامعة في العمل في الوظيفة تبطل كل عين 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 تطفئ كل عين يخرج كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في الجمال عين اطفئ اللهم يا رب حرها وابرد اللهم يا رب حرها واخرج اللهم يا رب حرها وازل اداها وضرها وضرها وشرها عين عين
حار في البدن جرت حرارتها في البدن جرت حرارتها في الدم جرت حرارتها تقوى بها خدنا تقوى بها خدنا الله أكبر من كل خادم وخادمة الله أكبر من كل جنية ساحر 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 الله أكبر من كل خادم ساحر الله أكبر من كل تستخفي تدوى ساحر جددت الأسحار في كل منام جددت الأسحار في كل ليلة جددت الأسحار في كل حلم جددت الأسحار جددت الأسحار جددت الأسحار جددت الأسحار اللهم أطفئ حرها وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل أذاها وضررها وشرها اللهم أطفئ حرها وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل أذاها وضررها وشرها وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل أذاها وضررها وشرها بسم الله وبأمر الله بسم الله وبإذن الله بسم الله وبأمر الله بسم الله وبأمر الله تتجلى كل جن استخفت تتجلى كل جن تغيرت تتجلى كل جنية نست تتجلى كل جنية نست سحرت في الليل سحرت في المنام سحرت في الأحلام أطعمت الأسحار أطعمت الأسحار أطعمت الأسحار أطعمت الأسحار أطعمت الأسحار سقت الأسحار أطعمت الأسحار أطعمت الأسحار سقت الأسحار أطعمت الأسحار جددت الأسحار سحرت بالليل والنهار سحرت سحرت في المنام سحرت سحرت في الرؤى والأحلام سحرت سحرت بالليل والنهار سحرت سحرت في المنام سحرت 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 في المنام سحرت والأحلام سحرت جنيا ساحرا جنيا ساحرا جنيا ساحرا جنيا ساحرا جنيا ساحرا تعذب كل ساحر وطن كل سحر خفي أطعمته بالليل سقط العقد عقدت في البدن عقدت في المنط عقدت بسم الله تحرق كل جنية عاشق ساحر تعذب كل جنية عاشق ساحر زنت في الليل سحرت جنت في المنام سحرت جددت الأسحار الخفية ساحر جنية ساحر جنية ثعبان أفعى ثعبان ساحر ثعبان سوداء ثعبان جنية ثعبان تتجلى كل ثعبان من السحرة ساحرة سوداء يهودية سوداء يهودية سوداء يهودية سوداء 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 جنية 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 زنت كثيرة في كل ليلة جنية زنت كثيرة في كل حلم اللهم احرق وجهها اللهم احرق وجهها اللهم احرق بدنها
اللهم احرق جسدها، اللهم احرق وجهها، اللهم احرق جسدها، اللهم احرق بدنها، اللهم احرق وجهها، اللهم احرق جسدها، اللهم احرق بدنها، اللهم احرق جسدها، اللهم احرق بدنها، اللهم احرق جسدها، اللهم احرق بدنها، احرق اللهم يا ربي جسدها، احرق اللهم يا ربي بدنها، اجعل اذا قامت تتألم، واذا قعدت تتألم، واذا ضجعت تتألم، ألما 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 إن الذين كفروا بآياتنا نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، 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 ليذوقوا العذاب، ليذوق العذاب، ليذوق العذاب، ليذوق العذاب، ليذوق العذاب، ليذوق العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ربنا وآتهم ضعفين من 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 العذاب، والعنهم لعنا كبيرا، أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، ضعفين من العذاب، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، والعنهم لعنا كبيرا، والعنهم لعنا كبيرا، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، 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 إلى النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، إلى النار، إلى النار،
النار فهم يوزعون ذلك جزاء أعداء الله النار 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 لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد 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 جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون لا إله إلا الله تهلكهم لا إله إلا الله تحرقهم لا إله إلا الله 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 تعذبهم تدمرهم تهلكهم تحرقهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله كبير لا إله إلا الله قوي على رقاب الظالمين عظيم محرقا عظيما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على كل متجبر عنيد على كل طاغ عنيد على كل ظالم عنيد على كل معتد عنيد على كل جني عنيد على كل ظالم عنيد على كل معتد عنيد على كل جني عنيد على كل ظالم من السحرة من السحرة ساحر من السحرة اعتدت ساحر من السحرة سحرت ساحر من السحرة جنيا ساحر من السحرة اللهم أحرق بدنها اللهم أحرق وجهها اللهم أحرق بدنها اللهم أحرق وجهها اللهم أحرق جسدها اللهم أحرق جسمها اللهم أحرق بدنها اللهم أحرق جسدها اللهم أحرق وجهها اللهم أحرق بدنها اللهم أحرق وجهها
اللهم احرق جسدا، اللهم احرق بدنا، اللهم احرق جسدا، اللهم احرق وجهنا، اللهم احرق بدنا، اللهم احرق بدنا، اللهم احرق بدنا، اللهم احرق بدنا، اللهم احرق جسدا، اللهم احرق وجهنا، اللهم احرق وجهنا، اللهم احرق وجهنا، اللهم احرق بدنا، اللهم احرق جسدا، اجعلنا يا ربي اذا قامت تتألم، واذا قادت تتألم، واذا اضطجعت تتألم، ألما 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 ألما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، 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 سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ربنا وآتهم ضعفين من العذاب. إلى كل عاشقة جنية عاشقت وأحبت ولنفسها أرادت، إلى كل جنية تسمع وترى وتستخفي في البدن، تندس في البدن، تطلع على العورات، تزني في كل ليلة وحلم، إلى كل جنية عاشقة جمال وجهه شكله ومظهره ومنظره، إلى كل جنية جددت السحر له في كل ليلة، إلى كل جنية طعمت الأسحر في كل رؤيا وحلم، إلى كل جنية سقته الأسحر في كل منام ورؤيا وليلة وحلم، إلى كل عاشقة أحبته ولنفسها أرادته لا لأحد غيرها، إلى كل عاشقة تسمعني وتراني، إلى كل عاشقة وكلوها بسحر مأكول فظهرت معالمه في جلده وبدنه وتشوه جسده، إلى كل عاشقة توكلت بسحر مأكول فأسقطت شعره، إلى كل عاشقة توكلت بسحر مأكول فمحقت رزقه وماله، إلى كل عاشقة تسمعني الآن وتراني، تعذبت، تحركت، ترنحت، تألمت، هذه البداية ولا بد لكل جني من نهاية مهما طال الأمد والأيام والشهور والسنين. وهذا لقاء الأول معك في هذه الحصة بعد حصة قصيرة. أولا يشهد الله في علياء سمائه أن كل جني يجلس على ذاك الكرسي أنت أو غيرك إلا ونحب لهم الخير. يشهد الله في سمائه العليا أن كل جني زارنا إلا وقبل الشر والضر والألم أحببنا له الخير والهداية والتوبة، والله على ما نقول شهيد. واضح؟ فقبل كل شيء نتمنى لك الخير، كل الخير والهداية والتوبة والإنابة والعودة والرجوع بعجالة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الله يحب لك الخير. الدليل الذي يثبت أن الله يحب لك الخير أن قرآن الله تبارك وتعالى كلامه يقرأ على آذانك على مسامعك. وأنا عندي لك أسئلة بسيطة. واضح؟ واضح؟ عندي أسئلة إذا أجبت عليها فذاك خير كثير يسير كبير، فلا ظلم ولا ألم، وإن لم تجيب على أسئلتي ستجنين على نفسك العذاب والألم. وقلت لك في البداية أن الله عز وجل يشهد أني أحب لك الخير، وكل جن يجلسون نتمنى له التوبة قبل كل شيء، نتمنى له الهداية
نتمنى له الاستقامة والعودة إلى طريق الله جل وعلا، نتمنى له توبة صادقة من القلب يعود لربه جل وعلا خاضعا تائبا منيبا مذعنا. وأنت كذلك. عندي أسئلة، وما تاخذكش العزة بالإثم وتقولي أنا قوية ما غاديش نظهر له، لا صبرت غادي نزيد نصبر. لا، كوني على يقين أنك مادام أنك جلستي هنا غاديش تولي تجلسي هنا وتولي تجلسي هنا وتعذبي بزاف. واضح؟ في آخر المطاف غادي يوقع لك كيما دوك الجنون اللي كتشوفيهم اللي كيشوفهم حتى هو، كيدخلوا في الأول ملوك، في آخر المطاف يصبحون إناثا يصرخون من شدة الألم. واضح؟ هذا يقين. القرآن ما عندكش قدرة باش تحملي القدرة دياله، ما يمكنلكش تحملي القوة ديال القرآن مهما بلغت قوتك. قوة القرآن أقوى، قوة القرآن أقوى، قوة القرآن أقوى، أقوى والله أقوى. ما تقدري تصبري بزاف، وقتي ظاهر فجلاك الله. كنت تعملين في سر وصمت مدة 10 سنوات فضح الله أمرك، تجليتي صرعتي ظهرتي في نظرك، في نظرك، في نظرك. هذه المدة اللي اختبئتي في هذا الجسد وراءها جلاك الله، وفضح الله جل وعلا سرك، وفضح الله تبارك وتعالى سرك، قادر يخرجك من هذا الجسد كما فضح سرك. وكنت تظنين أنك لن تظهري يوما ولن تتجلي يوما، سبحان القادر على كل شيء، سبحان الذي لا يعجزه شيء، سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء، سبحان الدائم الذي لا يلحقه فناء، سبحان عظيم الجاه، سبحان ذا المن والفضل والجود والكرم، سبحان ذا السلطان المتين، سبحان الذي يسمعنا ويرانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا ولا حالنا. سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أكرمه، وبعباده ما أحنه وألطفه. سبحان الله. ساقك الله لتسمعي هذه الكلمات وتستشعري حلاوتها وفي نفس الوقت عذابها وصدقها، لأنها من كلام رب عظيم ليست ككل كلام. لهذا أنا أدعوك قبل كل شيء إلى أشهد أن لا إله إلا الله، لا أدعوك إلى الكفر، لا أدعوك إلى عبادة مخلوق من دون الله، لا أدعوك لتخدميني في شيء كما فعل معك الذي أرسلك أو التي أرسلتك. أدعوك إلى لا إله إلا الله، إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى طريق الهدى والتقى، إلى طريق النجاة، إلى صف الهداية، إلى لا إله إلا الله، إلى سبابة ترفع إلى السماء يغفر الله بها كل ما مضى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلها تفوزي. لا إله إلا الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا إله إلا الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلين الدنيا بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض؟ قل لا إله إلا الله، ولا العظيم شفاء لك، والله دواء لك، والله علاج لك، والله سيغفر الله لك مباشرة بعد قولها، مباشرة بعد تكرارها وتردادها. ولا بغيت تبقى في هذا الظلم، تبقى على هذا الوضع، على هذه الحياة، على هذه الطريق الزنا وتعطيل أرزاق وأموال وصحة الناس، كلبة تحت أقدام السحرة، كلبة شهوتك. والله كرمك بعقل، والله اصطفاك وحباك وميزك على كثير من خلقه بالعقل، والله جل وعلا فضلك بالعقل. اسألي نفسك لماذا الآن أنت ترتعشين، وجه السؤال لقلبك، لماذا الآن أنت ترتعشين؟ ما هو السبب؟ هل قلت لك شيئا غريبا؟ هل ناديت على خدام فضربوك؟ لا ورب الكعبة لا، فقط أريد لك الخير. والشيطان والله لن يحب لك الخير، الشيطان سيقربك من الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيلا،
سيدعوك إلى المعصية والعصيان، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله قال في القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والله يريد أن يهديك إلى التي هي أقوى، والله هيأ لك الأسباب لتتوبي إلى الله عز وجل، والله ساقك إلى أن تسمع القرآن وترتعشي. فرض عليك أن تسألي نفسك ما سر هذه الرعشة، ما سر هذا العذاب، ما سر هذا الألم؟ هل جاءك أحد فضربك؟ هل جاءك أحد ففعل في جسدك شيئا؟ أم مجرد كلمات فقط؟ وقعه عليك ليس له تفسير، وقع هذه الأحرف على بدنك ليس له تفسير، وقع هذه الآيات على جسمك ليس له شرح ولا تفسير، وقع هذا القرآن العظيم على جسد الظالم ليس له تفسير، وقع هذا القرآن الذي نقرأه على الجن لو سألوا أنفسهم كل جني لماذا أنا أسرع، لماذا أنا أرتعش، بالله هل سلطنا عليكم خداما فضربوكم ولهذا تجليتم وصرعتم، هل سلطنا عليكم خدام فجلدوكم ولهذا صرعتم وتجليتم، لا ورب الكعبة لا، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. وأنا أحبكم أن تتوبوا إلى الله، أريد أن تتوبوا إلى الله، ونتمنى لكم الهداية من صميم قلوبنا جميعا. كل جني يسمع الآن ويرى أسأل الله أن يهديه، كل جنية تسمع في هذا الجسد أسأل الله أن يبصرها بالحق، أسأل الله أن يتوب عنها وعليها، أسأل الله أن يهديها إلى طريق السداد والرشاد والعودة إلى رب الأرض والسماء. التوبة هي الحل، استقامة، التزام، خضوع إلى أمر الله جل وعلا، لأن قوتك ستنفذ مع الأيام، مع الدقائق والساعات، والله الذي لا إله غيره ستنفذ، ستزول، ستبلى، ستضمحل، والبقاء لله جل وعلا. تفكري وتدبري في من فات قبلك من الجن، منهم من ربما من تعرفين، خدام أسحار، لا يوجد مجموعة من الجن خدموا ساحر ونجوا جميعا، إلا ومنهم من هلك، منهم من أحرق، منهم من بتر جزء من جسده والله أعلى وأعلم، منهم من تاب الله عليه، منهم من كف الظلم عن الناس وعاش بعيدا عن ظلم الناس، منهم من مضى وسار في هذا الطريق وأكمل فختم الله جل وعلا له بسوء خاتمته عياذا بالله. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر، الشيطان لن يعدكم بخير، الشيطان لن يعدكم بالخير أبدا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع هذا ديال عيشات ما بغيتش تسكن زول الجوابين
صافي ولا ما جاوبتيش نضربك حتى الخلافر ديالك الحرام تخرج. واضح ما نضج قاعدي. جلسي هنا. سميتك اش عائشة؟ بغيتك انت ماشي هو ولا نص نص نتيا ولا ماشي انت عفط عليك عمرك تخرج. اجي جلسي هنا. ها هو الكرسي هذا ماشي داك اللي كنتي جالس عليه هذا الصغير هذا هنا. اجي هنا جلسي. دوري دوري وشك من سميتك عائشة. عائشة اش اسمه عيشة كنديشة؟ متأكدة بلي نتي عيشة؟ واخا صبغ لك تكلمتي؟ واخا دابا راكي باغا شي حل ولا لا؟ جاوبيني بسرعة. صبغ لك سولوك نفس السؤال وقالوا لك واش راكي باغا شي حل واش تخرجي قلتي لهم واه وما درتي والو. يعني داكشي اللي درتيه معاهم بغيتي ديريه معايا؟ كنتي كتكذبي مزيان. واخا عيشة راكي باغا نتعاونو ماكش باغا نتعاون؟ راكي باغا نديرو شي حاجة زوينة اللي تعود عليك بالنفع ما تكرفصي ما تنضربي ما تتهداي ما والو ولا كي باغا نتكرفص عليك مزيان حيت انت الاولى تاعي هاد النهار حطيتك نصبع عيني ما تقولي ليش ما عرفتش ما عرفتيش نزلي للارض وخليني نكمل شنو هو الشيء اللي تسبب بالدخول ديالك لهذا الجسد السحر كي داير هذا السحر ماكول وهذا السحر الماكول قلت للناس اللي لقاوك ان هذا سحر ماكول واخا داك السحر الماكول خرج ولا باقي في الجسم ديالك مازال باقي في الجسم ديالك يعني السحر الماكول باقي في كرش ودابا انت ما تقوليليش انك مربوطه بالسحر الماكول قادره تخرجي الا بغيتي تخرجي قوليها بفمك يعني الا بغيتي تخرجي قادره تخرجي تخرجي وهاد الهضره هادي قلتيها اللي كانوا قبل مني ودابا تعاوني معايا ونتعاملوا معاك مزيان وتخرجي طاعه لله بلا تكرفيس واخا غادي اهزي راسك وسمعي هاد الكلام اللي غادي نقوله لك هادي اول مره غتعطى لك في هاد الفرصه واخر مره وغير سمعي نشرح لك نشرح لك راه مباشرة موراها إلا ما خرجتيش ما تجيش تقولي لي لا ما قديتش لا حاولت لا تلغدى لا تدخل السحر المأكول راه نضربك 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 ونصيفطك ونردك ونضربك نضربك ونصيفطك ونردك حتى ترطابي شكرشك تولي كيف ظهرك وظهرك يولي كيف كرشك بلا عصب صافي عقلي على هاد الهضرة اللي قلت لك مزيان وتفكريها حيت الفرصة كتعطى مرة وحدة باش تستنيني نبقى نضيع معاك الوقت في الكلام والهضرة الفارغة ما عنديش الوقت بغيتي تواضعي وتخرجي تواضعي ما بغيتيش وعندك سلطه وعندك قوه عقلي على هضرتي راني نقولها لك دابا وعندك صبر وجلد وتحمل على هذا الشيء اللي غادي يستناك وعلى اللي راني ناوي نديره لك تصبري وجربي صبري واحد النهار وجربي غير دابا بعدا صبري شوفي لقيتي راسك عندك قدره كملي ما لقيتيش راسك عندك قدره دابا لا بغيتي تخرجي خرجي دابا لا داعي للتكرار واضح الكلام ديالي هاوك الكرسي سيري جلسي ليها وعقلي على هاد الهضره اللي قلت لك حيت كي غادي نعفط عليك غادي الو كان تهزي يدك وتشديني ولا نضربك تهزي يدك وتشديني غادي نزيد نتعصب عليك اكثر روحي جلسي ليها سيري جلسي في بلاصتك عيشة ما غادي تجيب ما تقوليليش قرا عليا باش نخرج نهار دخلتي هي كما جبتي جوج بقاو بقاو يقراو عليك باش دخلتي تفضل طب كرونو نعطيك دقيقة 60 ثانية ما خرجتيش غادي نوض غادي نسمع غادي تسمعي غواتك انت غتبقى تسمعي راسك كتغوتي هذي أراية ديال التحدي رفعتها معاك أنك غادي تغوتي من شدة الآلام خرجتي ولا خرجتي قولي لي بعدا خرجت
كتسمعني اخويا؟ حسيت بشي حاجه خرجت؟ الا نغمض عينك نزل الارض. قلتيها اللي قبل من العيد يديك يديك صح يديك صح يديك قلتيها اللي كانوا قبل من هاد الهضره قلتيها من قبل صافي صافي يا خويا صبر 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 قلتي اللي قبل مني غادي تخرج صافي 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 نخرج خرج تقولي لي غادي نخرج شي قصة الله كول يعني مساها الله صحي يديك صحي يديك صحي يديك ما تقولي لي حيد يديك حيد يديك حيد يديك صاحبي مالك معكس هاي كتبغي حيد يديك 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 حيد يديك
تيجي شي واحد ديال هكا حتى كتجيني تما شي واحد لا لا شوف كي قلتي هاد الهضره اللي كانوا قبل مني انت انا غير نخرج وا قلتيها من قبل ما تخرج صلح رجليك صلح رجليك قلتي والله تنخرج كتقولي والله تنخرج واش كتحلف بالله درتي هاد الحركه من قبل شحال مره قلتي غادي تخرج بحال هاد شويه ماشي ما حسيتش بشي حاجه فهمتك غمض عليا غير جبت وصلت قبل ما صبرش انت نهائيا قرنط الصبر ما عندكش اخويا شادي هذه الضرب حيد يديك اصاحبي ما عليك مش خدي الضرب ما بغيتك تنطري بالطوناج ديالك حيد يديك حيد يديك حيد يديك راك كشفتني اكثر منها حيد يديك بعد باللي كلبه واش عارفه متاكده كلبه انت عم بصح واش في ديك نجيك الدابه بزاف ديك كلبي عليك شي كلبي كوكو كان فيك الخلبه دايت تسدي في امك اسمع حيد يديك اي حيد يديك كتبغيها تبغيها خديت هادشي ما خديتش عليه شحال مرة درت استفراغ؟ درت غير مرة وحدة درت براسي عطاك ما عطاوكش استفراغ؟ عطاهم ديك لا لا تأكد كان رمضان قال لي كنت واحد القرعة نتاع ما وقع لي عيا السحري قلت لي ومع الفجر دير لي السحري أو خير كما كان تشين حشك كده تخمر بعض الحساس
اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد يا ربي في الفقر وفي الغنى، ولك الحمد في المرض وفي الصحة. لك الحمد اللهم يا ربي في كل حال وحين، ولك الحمد اللهم يا ربي في كل وقت وحين. ولك الحمد رب السماوات والأرضين، إله الأولين والآخرين، ناصر المظلومين والمستضعفين. اللهم لك الحمد على النعم كلها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لا نعلم. اللهم لك الحمد أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله، ومعنا يا رب بعلمك أينما حللنا وارتحلنا وصلنا وجلنا إله. لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا إله غيرك. نسألك اللهم رب الدرجات العلى من الجنات. اقسم اللهم رب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وهون علينا رب مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل اللهم يا رب الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا رب كن معنا ولا تكن علينا. أعلي اللهم يا رب راية الحق والدين، اللهم أعلي راية الحق والدين، انصر الإسلام والمسلمين، ظل اللهم يا رب الشرك والمشركين، ودمر اللهم يا رب أعداءك أعداء الدين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها، اللهم صل على محمد الشفيع المشفع، صل اللهم يا رب على محمد الذي كلما ذكر اسمه فرجت الكرب وقضيت الحوائج وغفرت الزلات والمعاصي والذنوب يا رب العالمين. سألك اللهم يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك بك، وعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منجي الهالكين، يا إله الأولين والآخرين. اشف اللهم يا ربي مرضانا ومرضى المسلمين، واهد اللهم يا ربي أمة محمد أجمعين إلى الحق والسداد والرشد واليقين، وتب يا رباه علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر يا ربي لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سألك اللهم يا رب الجنة ونعيمها ودورها وقصورها، ونعوذ اللهم يا رب بك من النار وحرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها، آمين وآمين. اللهم يا رب نسألك الجنة والجنان، نعوذ اللهم يا رب بك من الفتن وعذاب النيران. كن اللهم يا رب لنا وليا ونصيرا، وكلنا معينا وظهيرا. اللهم كن معنا في كل خطوة نخطوها، اغفر اللهم يا رب لنا ما مضى، وأصلح لنا ما هو آت يا إله ورب الأرض والسماوات. اشفنا اللهم يا رب بشفائك، وداونا بدوائك. اللهم اغفر لنا كل الذنوب، واستر عنا كل العيوب، واهد لنا يا رب الخيوب. أصلح اللهم يا رب لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واهد قلبنا. عليك اللهم يا رب بالعاشقين والعاشقات، والساحرين والساحرات، الحاسدين والحاسدات. اللهم باعد بيننا وبين كل عائن وعائنة، وباعد اللهم يا رب بيننا وبين كل ساحر وساحرة، وباعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة. اللهم اكفنا شرهم ولا تفتنا بعدهم يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة، وعائن وعائنة، وساحر وساحر. عليك اللهم يا رب باليهود ومن هاودهم، وعليك اللهم يا رب بالنصر ومن ناصرهم، وعليك اللهم يا رب بالمجوس ومن جاورهم، وعليك اللهم يا رب بالمنافقين ومن وافقهم، وعليك اللهم يا رب بالسحرة ومن سلك نهجهم واختفى أثرهم ومن تبع خطاهم. اللهم لا تقم للسحرة قائمة، ولا تعلي لهم راية، ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية. رب في هذه الليلة المباركة الطيبة يا رب العالمين، أسألك يا رب بلسان كل مريض يتألم، أسألك بلسان كل مريض طال ألمه وضره وجرحه، أسألك اللهم يا رب بلسان كل مريض يتألم في صمت يا رب العالمين، أسألك يا رب بلسان كل مريض بكى من شدة الألم والوجع، أسألك اللهم يا رب بحق ولسان كل مريض يتألم ولا يعلم بضره إلا أنت يا رب العالمين، أسألك اللهم يا رب بلسان كل مريض في كل مكان يا رب العالمين، أسألك اللهم يا رب بألسنتهم هم الضعفاء وأنت القوي. اللهم ارحم ضعفهم، وعجل بشفائهم ودوائهم وعلاجهم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن اللهم يا رب لنا وليا ونصيرا، وكلنا معينا وظهيرا. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مريض، وأزل الضر والوجع والألم من جسد وبدن كل مريض. اللهم ارحم ضعف كل مريض، وعجل بشفاء كل مريض. اللهم يا رب اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك.
اللهم كل المرضى خير معين وظهير وولي ونصير. اللهم كل مرضى المسلمين خير معين وظهير وولي ونصير. اللهم ارحم ضعفهم وعجل بشفائهم وعلاجهم ودوائهم يا رب العالمين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم صب على مرضى المسلمين صبائب رحمتك وشفائك يا رب العالمين. اللهم عجل بشفائهم وعلاجهم ودوائهم يا رب العالمين. اللهم كل مرضى المسلمين خير معين وظهير وولي يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض يتألم وعجل بدواء كل مريض يتألم وارحم ضعف كل مريض يتألم. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك. مرضى المسلمين جميعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اجعلهم يا رب في حسن الحصين بحق السبعين المثاني والقرآن العظيم كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم. برحمتك يا أرحم الراحمين ويوالي الصالحين ويا مجيب دعوة المضطرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الصادق التقي النقي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرضين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم رب الناس أذيب الباس أشف اللهم يا ربي أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. ربي ما كان مصاب فمنك وحدك خطأين أو زلم سيان في الطريقة القراءة وانتقل الكلام فمن نفس من الشيطان والله ورسوله منه براء والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين.